مارس 8 مارس هو يوم مهم جدا بالنسبة لكل امرأة في العالم، هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. المفروض ان اليوم ده بيكون احتفال عالمي على بالانجازات على المستوى الاجتماعي الاقتصادي السياسي، اهم الانجازات اللي بتقوم بيها المرأة في الحياة في كل المجالات. الحقيقة انه عايزين نعرف ايه الانجازات اللي قامت بيها المراه السنه اللي فاتت، نحصرها ونرصدها مع بعض ونشوف ايه هي الحاجات اللي قامت بيها المراه السنه اللي فاتت على كل المستويات اللي ذكرناها، سواء كان الاقتصادي الاجتماعي السياسي، وخصوصا ان المراه كانت متصدره الصوره والموقف في الحياه السياسيه في مصر الفتره اللي فاتت، واكيد مش هننكر ده، انت شيء واضح جدا جدا. هنعرف كل التفاصيل ونتكلم على اهم الانجازات دي مع ضيفتنا الموجوده معانا النهارده في الاستوديو، الاستاذه جيهان شعراوي الكاتبه والصحفيه بجريده الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. استاذه جيهان، كل سنه وحضرتك طيبه. اليوم العالمي للمراه النهارده بنحتفل بيه، يوم مهم جدا ويوم مؤثر اعتقد في حياه المراه، بيديها على الاقل معنويا دعم لقدام بعد كل المجهود اللي بتقوم بيه في السنه كلها. اكيد طبعا، هو يعني ما هوش يعني ملوش تاثير كبير على الحاله العامه للمراه، لكن فعلا زي ما حضرتك قلتي ان هو بيدي دعم معنوي كبير جدا، بيحسسها ان في اهتمام بيها، ان في تسليط ضوء على قضاياها، على مشاكلها، على مشاعرها كمان، لانها يعني في وقت من الاوقات خلال الفتره اللي فاتت كانت هي اكتر حد بيدفع ثمن اللي بيحصل، واكتر حد بيتاثر بالاحداث السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. يعني كانت المراه بصراحه الجندي المجهول خلال الفترة اللي فاتت. صحيح، لسه كنت بتكلم معاكي قبل الفصل على طول بقول لك احنا ابطال، يعني من غير غرور، ما فيهاش اي غرور الحقيقة، لانه ده حتى باعتراف رجال كتير جدا. يعني عايزه اتكلم معاكي على طول، خش في الموضوع كده واسالك، قدرت المرأة المصرية تعمل انجازات، تضيف انجازات الدولة أو لنفسها السنة اللي فاتت ولا لا؟ هي أكيد طبعا قدرت، وأهم حاجة قدرت تعملها المرأة المصرية إنها أنقذت البلد، إنها ما خافتش ونزلت الشوارع وحطت روحها على كفاها في وقت كان فيه يعني تهديد بالعنف وتهديد بالقتل وتهديدات بالتحرش للسيدات تحديدا، ومحاولات تحرش واغتصاب ليهم في لبعض الفتيات في ميدان التحرير. كل ده كان ممكن يخلي المرأة تخاف ويعني تبيع القضية وتقعد في البيت وتخاف على أولادها والحاجات دي كلها، لكن احنا فوجئنا بنماذج مصرية بسيطة جدا نزلت الشارع، وعلى العكس كمان ما خافتش على أولادها، لا دي كانت بتضحي بيهم. يعني مثلا هضرب نموذج للسيدة أم أشرف، أعتقد أن دي لازم يعني تبقى مثلاً نموذج للمرأة المصرية البسيطة اللي كانت بتهدد بناتها، بتقولها بتقول لهم اللي مش هتنزل معايا المظاهرات ما تدخليش بيت. فيعني فاهمة إلى أي مدى الست المصرية حست بمسؤولية تجاه وطنها، لدرجة أنها ممكن تضحي بأولادها علشان خاطر يعني تنقذ البلد. يعني في وقت من الأوقات السيدة دي تلقت صفعة من بعض العناصر الإخوانية على وجهها، ومع ذلك يعني عزيمتها لم تلين، وقررت إنها تكمل وإنها تقول كل اللي عندها، ما خافتش ولا تلونت، ما تهددتش وما خافتش. وكمان كان عندها إصرار وحماس السيدة أكتر. السيدة الفاضلة شهندة مقلد، أعتقد إن اللي حصل للنموذجين المصريين دول من يعني الاثنين من نماذج المرأة المصرية على اختلاف مستواهم الاجتماعي والثقافي، يعني مثلا السيدة شهندة مقلد سيدة مثقفة متعلمة، دفعت كتير عن حقوق الفلاحين والعمال، والسيدة أم أشرف هي الفلاحين والعمال، يعني والاثنين تعرضوا لنفس الموقف. إذن احنا كنا قدام إشارة لأن اللي هيحصل مش هيفرق بين سيدة متعلمة وبين سيدة غير متعلمة، غير متعلمة، لكن كلاهما تساوت في الوطنية وفي الشجاعة في نفس الوقت، إنها تنزل وتروح تقول لا. أيوة. قدام هذا التهديد العنيف، وربما كمان يعني في بعض الأشخاص فقدوا حياتهم وفقدوا يعني أو تعرضوا لمصاعب كثيرة قوي الحقيقة، يعني فقدوا يعني فقدوا جزء من أعضائهم والحاجات دي كلها، لكن كان الإصرار عند المرأة المصرية إنها يا روح ما بعدك روح، مقاومة. أو يا بلد ما بعدك بلد. مقاومة. يعني الأستاذة جيهان، لو عملنا رصد
لجميع المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه المرأة المصرية في المجتمع المصري بتاعنا، نبدأ بإيه؟ لأنه الحقيقة إحنا عندنا مجموعة مشاكل، شلة مشاكل. بصي، يعني هو إحنا لو عملنا رصد، إحنا خلينا نعمل حاصل جمع للمشاكل اللي ممكن يعاني منها الرجل ويعاني منها الطفل ويعاني منها المجتمع، كلها بتصب على دماغ المرأة. لأنها هي الزوجة اللي بتتحمل تعثر جوزها في بعض الأمور، لو ساب شغله، مظبوط، لو واجهته بعض الصعاب، بعض المشاكل سواء صحية أو اجتماعية أو نفسية أو مهنية. نفس الحكاية الطفل، يعني بتبقى شايلة هم الزوج، بتبقى شايلة هم الطفل اللي رايح المدرسة وقلقان عليه وخايفة يرجع يبقى عامل ازاي، خايفة ايه اللي يحصل في الشغل، في المدرسة، خايفة وهو راجع في الطريق هيبقى عامل ازاي. بتتحمل برضو الأزمة الاقتصادية، لأن هي اللي بتنزل وهي اللي بتشتري طلبات البيت، وهي المطلوب منها انها في ظل الميزانية المحدودة ليها انها توفي كل الطلبات بما فيها طلبات الزوج والابناء والتعليم وحاجات كتيره جدا. تمام. بيبقى على دماغها برضو لو هي بتشتغل مصاعب مصاعب التربيه والتحديات والنزول اللي الى العمل والرجوع مره التحديات اخرى اللي للبيت بتواجهها، علشان مش هقول لك في الشغل، لا، في الطريق للشغل. يعني الطريق للشغل دي لوحدها معاناه، مشكله. لان احنا يعني للاسف الشديد رغم ان احنا الأحداث اللي عدت فعلا خلقت مننا أو طلعت الكويس اللي جوانا، إلا إن في بعض الناس طلعت الوحش جدا اللي جواهم، خاصة من بعض الشباب والجيل الجديد اللي يعني أنا بعتبر إن ده تقصير في تربيتهم من الأهالي، لأنهم ما علموهمش إزاي يحترموا الآخر ويعتبروا أي سيدة أو فتاة ماشية في الشارع هي أخت ليهم أو بمثابة أمهم، أو يعني هو الحقيقة احنا بنلوم على منظومة كاملة من إعلام ومن فن ومن بيت ومن كل بالظبط. حاجة، يعني لأن أدت في الآخر للشكل الفن ده. بتكثيفه أو بتجسيده للظواهر دي بدون ضابط أو معيار أخلاقي، ساهم طبعا إن هو يدي الشباب انطباع بان هو ده السائد، ان المرأة سلعة وان ومنتج خلاص، وسهل. وان ده السائد، وان خلاص يعني اذا كانوا هما بيعملوا كده، لان بالنسبه لهم بيبقى الفنان نموذج، أكيد فبيقلدوه سواء طبعا في السيء او الوحش، فانت بتديله دايما قدوه سيئه وبتقول اصل ده المجتمع. لا، مش ده المجتمع طبعا، لا، في ناس محترمه كتير، لكن الوحش هو اللي صوته عالي وهو اللي بيظهر بشكل اقوى. واعتقد ان دي يعني مشكله عانينا منها في الفن تحديدا خلال الفتره اللي فاتت وما سبق، يعني وما قبل الثوره تحديدا، لان في نماذج من الشخصيات الافلام اللي بتقدم على والمسلسلات الشاشه. بجد كانت مستفزه جدا لاي حد يعني عنده نخوه وعنده يعني قدر من المحافظه وقدر من التربيه. يعني لان انت يعني غلط جدا ان انت تصدر لي ان هو ده النموذج السائد في المجتمع المصري، خصوصا لما يبقى كتير ومنتشر، يعني ما يبقاش بس نموذج لا فردي. هو بس اديني في المقابل النموذج المحترم، علشان المشاهد غير الواعي او غير المتعلم يشوف النموذج ده والنموذج ده ويختار النموذج اللي يناسبه، لكن ما تدينيش نموذج واحد هو السيء وتقول لي ان هو ده مجتمع. هو ده هخلي يعني انه عندي سؤال ليكي بيخص انه ازاي وممكن نبتدي منين عشان نقدر نغير في صوره المراه في المجتمع وتعامل المجتمع معاها، وايه الانجازات اللي تقدر هي تحققها لو المجتمع اداها المساحه والارضيه اللي فيها تقدر تتحرك بحريه وبجد التجربه وتجتهد. اثبتت ان المجتمع ما بيديكيش حاجه، انت لازم تقتنصي حقك. بس احنا بالرغم من ان احنا دلوقتي بنتطور في فكرنا تجاه المرأة، انما وفعليا المرأة بدأت تاخد لفظيا وكتابيا ان هي تقدر تعتلي مناصب مهمة وان هي تقدر تترشح في مراكز مهمة، ولكن في الاخر بنشوف نموذج او اتنين من المرأة بس هما اللي بيشتغلوا او لا بيشغلوا حق مناصب زي دي. مطالب. احنا عشان تبقي فاهمة برضو، احنا لازم يعني لو هننتقد ان الاخرين بيصورونا بشكل معين لازم ننتقد ذاتنا كمان، لان دايما المرأة لا تثق في المرأة اللي زيها. يعني مثلا تعالي لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشعب مثلا، لما يلاقوا مرشحة يفكروا 90,000 مرة قبل ما يدوها صوتهم.
ليه؟ يعني شايفين انها يعني هي هتفرق عننا ايه، مش هتعمل حاجه ودي ضعيفه والحاجات دي كلها. لكن في ستات بتبقى بمقام 10 رجاله في المجلس، يعني مع احترامي للمجلس كله. وعلى فكره التجربه اثبتت كمان ان النساء او السيدات بيبقوا الحقيقه التجربه بتقول ان هم اشد لا عايزه اقول لحضرتك ان يعني في ابحاث اثبتت ان كميه الفساد والرشوه في مجال السيدات تعتبر منعدمه صفر. صحيح صحيح. بخلاف الرجل ممكن يكون عنده جرأة اكبر من ان هو في ان هو يتلقى رشاوي او ان هو يمارس بعض الحاجات الخارجه عن القانون. لكن المراه فعلا اثبتت ابحاث داخليه وخارجيه يعني مصريه واجنبيه ان نسبه افساد او فساد المراه في بعض العمل في مجال في بعض العمل الاماكن تعتبر ضئيله جدا بالنسبه لنسبه الفساد المتفشيه بين الرجال او اللي ممكن يكون سبب فيها الرجال او مشاركين فيها. فاثبتت التجربه ان مفيش يعني الاخر يعني لا يضيع حقه وراءه مطالب، فاحنا لو ما طالبناش بحقوقنا ما حدش هيديها لنا تفضلا. يعني حضرتك شايفه ان ممكن تكون المراه مقصره شويه في حق نفسها في المطالبه في النزول للجهات المعنيه ان هي تنزل تقول انا موجوده، انا لازم اكون موجوده في المكان الفلاني، حقي اكون موجوده في الترشح الفلاني. لازم يكون عندها ثقه بالنفس، لازم يكون عندها يعني كفاءه تؤهلها، ولو عندها كفاءة تؤهلها للحصول على أي منصب أو أي كرسي في البرلمان وهي ما ساعدتش لده أو طلبت بحقها في ده، تبقى هي مخطئة في حقها وتبقى يعني ثابت مكانها اللي ممكن تخدم، ثابت مكان ممكن هي تخدم فيه البلد بشرف وبضمير لحد انت ما تعرفيش هو ممكن يتكسب او ممكن يتربح او ممكن يستغل منصبه ده في ايه. اذا كل حد المفروض ان هو حاسس ان هو عنده القدره والكفاءه الفعليه، مش التوهم بانها قدره وكفاءه، علشان برضو يعني ما نضيعش الحدود بين المسميات والمصطلحات. لازم يكون حد عنده كفاءه، لازم تكون واثقه من نفسها كويس قوي، لازم كمان تاخذ بالاسباب، لانها بطبيعه الاشياء ما فيش سيدات هتقدم على حاجه غير لما تحس ان في مجموعه حواليها مسنداها. ف يعني علشان صعب جدا انها هتلاقي مجموعه من الرجال تساندها، فما فيش غير ان احنا نساند بعض يا جماعه، مفيش غير ان احنا نقف جنب بعض نساند يعني. بعض، واحنا اثبتنا ان احنا كتله تصويتيه هائله. طيب اصوات المراه هي اللي انقذت مصر من الضياع. صحيح. لا ما انت كده بقى لازم تقولي لي اهم الانجازات اللي عملتها في 2013، لان احنا كان عندنا انجازات انها رجعت البلد مهمه انها رجعت البلد الحقيقه يعني سواء كان على المستوى السياسي او الاجتماعي. المراه والفتيات في 30 يونيو كانوا نسبة كبيرة جدا. طب. يعني إن ما كانش 50% فهي في اعتقادي بالنسبة اللي أنا شفتها كانت 60% من كمية من كم البشر اللي نزلت في 30 يونيو وفي 26 يوليو كمان. وده على فكرة أنا بعتبر إن ذكاء من سيادة المشير السيسي إن هو وجه الكلام للمرأة تحديدا لما قال خدي ولادك وانزلي. أيوه. لأن هو عرف الكتلة التصويتية مدى تأثير المرأة المصرية وهي في المجتمع، اللي هتنزل ولادها ليه؟ لأن في الأول كانت هي يعني رئيس حزب الكنبة اللي قعدت الولاد وقالت لهم لا ما حدش ينزل في الدوشة دي. دلوقتي يا جماعة ما فيش خوف وما فيش، احنا حاميينكم، انزلوا وانزلوا بولادكم. لأن دي كانت رسالة قوية جدا للعالم كله، لأن المرأة المصرية على فكرة على مدى العصور كلها كانت ليها دور كبير جدا في بناء الحضارة المصرية. أيوة صحيح. ولا زال عندنا دور كبير جدا إن احنا نبني حضارة جديدة يفتخر بها القدماء كما نفتخر نحن بهم. يعني احنا طول الوقت احنا يعني بنتباهى بالقدماء بالحضارة المصرية القديمة، لكن لحد دلوقتي احنا ما عملناش اللي نخليهم هم مفتخرين بينا. لا لا لا. فالمرأة المصرية إن كانت هي نص المجتمع فهي بتربي وبتقوم النص الآخر، والمفروض إنها تاخد بالها كويس جدا وتقوم بدورها كويس جدا في إنها تربي أولادها
بالطريقة اللي تخلي تعزز عندهم الثقة بالنفس والانتماء للبلد، وبالتالي يكون عندها هي كمان ثقة في نفسها، يعني لأنها قامت بدور هايل جدا خلال الفترة المرأة اللي فاتت. المرأة كمان قامت وعملت حملات وقادت حملات كتيرة جدا، لو جينا نتكلم عنها مثلا في تغيير قوانين المرأة والطفل، قادت كان ليها باع كبير قوي في المشوار ده أكيد الحقيقة طبعا، علشان تقدر تغير أكيد حاجات طبعا، كتير، أكيد طبعا، لكن هي لسه برضو حصلت محتاجين مشوار أطول من كده عشان نقدر نوصل اللي يقدر إن هو فعلا يبقى راقي بالنسبة للمستوى اللي احنا بنطلبه. بالظبط. يعني أنا أتمنى إن يجي وقت من الأوقات نتوقف عن المطالبة بحقوق المرأة. ايوه ليه؟ لأن خلاص ما يبقاش عندنا حجة بقى يا جماعة، يبقى كده المجتمع اتزن بما فيه الكفاية، الكل بقى عارف اللي ليه واللي عليه، بقى يحترم الآخر بما فيها رجل أو امرأة أو طفل أو مسن. نبقى عايزين يعني نبقى مجتمع سوي لدرجة إن يبقى كل حد عارف في دوره، ما يجورش على الآخر، لا زوج يجور على زوجة لو طلقها، ولا زوجة تفتعل مشاكل مع طليقها علشان خاطر أو تلوي دراعه تالي القوانين دي بالأطفال. محتاجة فقرة الحقيقة تكون خاصة بيها علشان نقدر نسرد فيها التفاصيل ونتكلم أكتر، لأن بالظبط هي حقيقة كده، موضوع ولازم ملف نبقى مهم فاهمين، جدا. لازم نبقى فاهمين إن المرأة زي ما ليها زي ما عليها، لأن هي ده أكيد يعني أكيد المسؤولية عليها كبيرة جدا، يعني زي ما هي بتطالب بالحقوق فعليها واجبات لازم يعني تقوم بيها، وربنا يقدرها ان شاء بالتأكيد الله يا رب. أنا لانهم بشكرك كتير جدا قوي. أستاذة جيهان على وجودك معانا النهارده، يوم مهم طبعا بالنسبة لكل امرأة في كل سنة العالم، وانت إن طيب. شاء الله النهارده كده نشوف يمكن نقدر احنا السنة اللي فاتت ونعمل الإنجازات من السنة دي للسنة اللي جاية 8 ان مارس شاء الله 2015 تكون في إنجازات أهم وأكبر وواضحة، يكون المجتمع قدر كمان هو يعني يدي للمرأة جزء من حقها. ان شاء الله باذن بشكرك الله، كل جدا، سنه وكل سيدات العالم بخير. شكرا. استاذه جيهان شعراوي الكاتبه والصحفيه بجريده الاهرام كانت موجوده معنا النهارده في حوارنا عن المراه والاحتفال بيوم العالمي للمراه، طبعا 8 مارس النهارده. كل سنه كل سيده في العالم طيبه. هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه وفقرات اخرى، استنونا في نهارك سعيد.